في هذا الفيديو راح اجرب معاكم افكار انستغرام رهيبة، راح نشوف اذا راح تضبط ولا لا. ان شاء الله تضبط، وراح نرسم اغرب الرسمات رسمها الناس، راح نرسم بالملح وبالكلينكس. بس لحظة، هذا الشخص ما رسم ولا شيء من اللي قلناه كله. نحن نرسم رسمات ان شاء الله تكون حلوة وتعيبكم. شوفوا الفيديو لاخر شيء ويلا نبدأ. اوكي، اول رسمة هي هاي الرسمة، حطت الالوان، بعدين حطت النايلون ودمجتهم كلهم يا بعض. فيلا نبدأ نجربها. طبعا انا ما عندي نايلون، او يعني مثل اللي عندها، فبستخدم النايلون اللي مغلفين فيه اللوحة، بقصه شوي شوي عشان ما تنقص عني اللوحة. واخيرا شليت النايلون من اللوحة، طبعا شليته شوي شوي عشان استخدمه. وحين بحط الالوان، حطيت اللون الازرق، ما اعرف اسمه، حطيت اللون البنفسجي، وحطيت اللون الاخضر، اللون مخلص، مو مخلص بس يعني رايح تحت فما يطلع. طبعا جبت الوان زيادة، جبت احمر واصفر وازرق فاتح. الحين بحط اللون الاحمر. ليش شي اللون ذاب من الحر؟ كعادي بحط بداله اللون الثاني، بحط اللون الازرق الفاتح، وبعدين بحط اللون الاصفر. اوكي، الحين بحط اللون الابيض بين الالوان. طبعا هني ما بقدر احطي صوب الاحمر والاصفر لان المكان ضيق، بحطي على بين كل الالوان. طبعا لون مخلص بجيب لون ثاني احسن. يلا هات اللون. اوكي، هات كل لون. اصلا هاللون بيكون احسن، احسه بعد يعني سائل اكثر، مثل الماي اكثر، بيضبط مع اللوحة اكثر من هذاك اللون الابيض، لان هذاك اللون يعني نوع غير، هاللون اكريليك، هذاك ما اعرف نوعه، ما اعرف شو اسمه، يعني اسمه غريب ونسيت اسمه اصلا. كحين بحط النايلون على اللوحة. اوكي، بحاول ابطل شوية لان اوكي عدلت القرطاس. والحين بتم ادمج الالوان مع بعض بهاي الطريقة. شوف، اتوقع الابيض صار وايد، بس يوم بنشله بيكون حلو يعني شكله. اوكي، شوفوا كيف الالوان طلع برا على القرطاس وانا ما مسكت الالوان من داخل. على هذا الصوب، يعني نازل على الصوب. شوف هاي الطريقة، شوف حتى يعني في النايلون الشكل حلو. شوف، عشان شي انا قلت لكم حطوا الابيض يكون احلى. وبس هني ما حبيت شوي صوب الاحمر والازرق لان اندمجت من الالوان، واحس انه هني يعني. وبس، ها كان رسمتنا اليوم، ان شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، ضيفوني على انستغرامي @iudart11، وانتظروا الجزء الثاني اكيد بينزل قريب ان شاء الله. مع السلامه. اوكي، شوفي يدي كيف توصلت وانا ما لمست الالوان، وانا ما مسكت الالوان، طلعت شي من النايلون، ما اعرف كيف النايلون مو منقص. شوفي يدي كيف توصخت وانا ما لمست الالوان، طلعت شي من النايلون، ما اعرف كيف. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes.